برحب بحضراتكم مره تانية لسه في البيت الكبير، ومعانا احد نجوم النادي الاهلي البارزين الحقيقه اللي احنا بنحبهم وليهم مكانه كبيره الحقيقه في قلوبنا، كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي. هنتكلم معاه في ملفات عديده جدا، يمكن اهمها موقف النادي الاهلي النهارده من قرعه دور الثمانيه، قرعه دور الثمانيه بدوري ابطال افريقيا اللي هتقام ان شاء الله يوم 30 الشهر. مين الفريق اللي هيقابله ما بين انديه الترجي ولا سان داونز ولا الوداد؟ كابتن شريف نفسه في ايه؟ كمان هنتكلم النهارده عن مباراه الاهلي مع سيمبا التنزاني، اكيد انتهت بفوز الاهلي 1-0، وده بيدل على او ليه دلالات كتيره جدا في الجوله السادسه والاخيره بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. ايه هي استعدادات الاهلي لمباراه النصر يوم الاربعاء؟ خلاص بعد يومين. طبعا بنتكلم في دور لسه ال 32 من بطوله كاس مصر. في نهايه حديثنا اكيد مش هننسى نتكلم عن ازمه مباراه الاهلي والزمالك مواليد 99 اللي كنا اشرنا اليها، وقرار لجنه المسابقات باقامه مباراه فاصله فيما بينهما لتحديد بطل المسابقه وايضا مسابقه الدوري بشكل عام. برحب بالنجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك سهام. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه طيبه وكل سنه طيب عيني، وكل سنه طيب الشعب المصري كله وجماهيرنا العظيمه بخير باذن الله. نورنا دايما يا كابتن في البيت الكبير. وملفات كتيره يعني سهام اتكلمت على 3-4 ملفات. خلينا نبدا اول ملف، وصلنا تاهلنا لدور الثمانيه، وده كان مهم جدا، الفوز على سيمبا لامور كتيره منها عوده الثقه، كمان الريفنج للنادي الاهلي انه يمكن سيمبا الفريق الوحيد اللي فاز عليه. وصلنا لدور الثمانيه، وزي ما حضرتك عارف بقى ضرب نار، يعني ما فيش هزار في دور الثمانيه. رؤيتك ايه لمباراه سيمبا، وتوقعاتك زمالك سهام بترشح مين يكون قدام النادي الاهلي ويكون الافضل؟ مش هقول النادي الاهلي طبعا بطل وكل حاجه، لكن ممكن يكون في بعض المباريات خاصه دور الثمانيه بتبقى مباريات يمكن ليها حسابات خاصه. يعني اخد منك يعني على كلمه حسابات خاصه، يعني حسابات خاصه يعني انك انت لابد ان يكون في فوز، الفوز اهم من الاداء. انك انت تطلع في كل مباراه بتفوز فيها هي اللي بتوديك لمرحله تانية، هي اللي بتوديك بشكل استعدادي اكبر. دايما لما تشوف الفرق الكبيره اللي هي موجوده زي سان داونز والوداد والاهلي والترجي، دول من الفرق اللي هي دايما في بوره الضوء. السنة اللي فاتت كان في تفوق للنادي الاهلي كبير جدا على الوداد ان كان في ملعبه او عندنا، وده اللي وصلك بروح كبيره جدا انك تلعب مع فريق كبير زي نادي الزمالك وتقدر تحتفظ بالبطوله اللي احنا الثلاثه اتكلمنا فيها. احنا عايزين البطوله دي، مش عايزين حاجه ثانيه. يعني بناخدها من قطبي الكره المصريه، من الديربي، من افريقيا كلها التاسعه، بندور على العاشره، عندنا النوها وبتاع كل شيء الحمد لله. انت ما يعني يعطلك في اي بطوله او اي حاجه اصاباتك. الميكانيزم بتاعك ينقص 3-4 لعيبه مهمين جدا في الشكل، بيزود الناس لازم تفهم ان لما بيغيب لعيبه بيزود ارهاق على لعيبه تانية، مجهود على لعيبه تانية، نص ملعب بيضطر يعمل فوق طاقته يعوض غيابات علي معلول مثلا، يعوض غيابات زي اجاييه، فبيحصل على سوليه ضغط كبير جدا انك انت بتطالبه بقى في الحاله دي بشكل دفاعي وشكل هجومي. ازاي هو متواجد فين في كل انحاء الملعب؟ ازاي محمد هاني ده يلعب منتخب ويلعب الاهلي ويلعب بطولات ويلعب، لازم يبقى نمره واحد في كل ماتشات وما عندوش بديل. هنضطر نخلي بيكهام لازم يبقى بيغطي لك الجوكر، مره باك ليفت ومره باك رايت ومره لو احتجته في اي حته. فانت عندك الشكل بتاع الفريق نفسه، القوام بتاعه مش يعني اللي يقلقك يا كابتن الاصابات، هي اللي الاصابات طبعا هي اللي عامله فيك كده، ومش مريحه الجهاز الفني في ثبات الفريق. الخمسه سته اللي قدام اللي عندك انت لغايه النهارده مش قادر تقدر تقول حسين الشحات واجاييه ومحمد شريف، حسين الشحات وبواليا ومحمد شريف، حسين طاهر محمد طاهر ومحمد شريف واجاييه، لحد دلوقتي الشكل المدير الفني مش قادر يديك اللي نفسك فيه. يعني مش قادر اللي نفسه عشان كده لا لا اللي الجماهير نفسها فيه، اللي لعيبه اون اند اوف، يعني ساعات بتدخل ساعات بتطلع مع الوقت، في لعيب كمان بيبقى غير موفق في بره الفورمه، ما دي في يعني مش بسميه خدعه من اللاعب للفريق نفسه، لا ده الحال الواقع اللي احنا بنشوفه كل ثلاث ايام مباراه.
مضغوطه ومطلوب منك الفوز فيها، مطلوب منك انت البطل الاحتفاظ دايما بالمقدمه. ففي عناصر كتير قوي بتوصلك لمرحله انت لازم كجمهور تستحمل وتفهم شكل الناس اللي بتشتغل. مؤسسه كبيره قوي بتشتغل على موضوع البطولات، مش بتشتغل على التاني او التالت. انا طالع تاني مجموعه، طب انا قبل كده كنت تاني مجموعه وخدت البطوله، ما عنديش مشكله انا خالص في الحكايه كلها. انما عندي مرحله تركيز بقى، مرحله عوده المصاب للملعب بسرعه نفسه هو، عوده المسانده للجهاز الفني. احنا كنا دايما نيجي نقول ايه او الناس يعني او السوشيال ميديا، عيني بيحط موسيماني في اختبار دايما، فايلر ايام مجهود لغايه كان بيكسب كل الماتشات، ما تعادلش ماتش واحد، وعلى كل ماتش احنا في اختبار، على كل ماتش طب هيعمل لنا ايه النهارده؟ فانت مطالبه دايما من النادي الاهلي باسمه الكبير وكل بشعبيته الاداء. أيوة. الاداء، الاداء اللي بيوفر لك الاحتفاظ بثلاث نقاط او بانك تعدي دور معين او انك ترتقي الى السيمي فاينل او ترتقي الى الفاينل، اللي هو دايما انت معود الناس كلها عليه، باي ظروف انت مريت في ظروف اوحش من اللي بتمر فيها هاني الظروف دي.